تصميم ورسم صامولي عن طريق برنامج Solidworks. هذه هي الصامولي التي سوف نصممها. قبل البدء برسم الصامولة يجب على المصمم معرفة المعايير التصميمية ويبحث عن العلاقات للأبعاد التصميمية لها. سوف نرسم صامولة M12 أبعادها التصميمية عرضها A18 وارتفاعها H10.8. نفتح برنامج Solidworks، نختار المستوي Front Plane، ثم نرسم شكل مسدس بوليجن، مركزه مركز الإحداثيات، نجعل النقطتان المتقابلتان من المسدس مع المركز على استقامة واحدة، نختار Vertical، ثم نحدد بعد الخطين المتقابلين أي عرض الصامولة من Smart Dimension، نختار 18 مليمتر. ننتقل إلى الفيوتشر ونختار إكستريد ونحدد سماكة الصامولة أي ارتفاعها 10.8 مليمتر. نختار أحد السطحين ثم Edit Sketch ونرسم دائرة مركزها مركز الإحداثيات ونجعلها على تماس مع أحد الحواف Tangent، ثم ننتقل إلى Future ونختار Extrude Cut. نختار بايند ثم درافت ونحدد الزاوية 60 درجة، ثم نختار فليب سايد كات لجعل القص للخارج، ثم نختار صح ونكرر العملية على السطح المقابل. ننتقل لرسم الشرور من Insert نختار Future ثم Third
نحدد الحافة التي سوف يبنى عليها الشرار، ثم السطح البدائي. ثم من ثيرد ميثود نختار إكسترويد ثيرد لبناء الشرار لجهة الخارج، لأن الثقب هو جذر السن للصامولة، ثم نختار صح. وبالتالي نكون قد صممنا صامولة بالأبعاد التصميمية لها.